نستهل قراءتنا في الصحف العربية من مصر، حيث استأثر باهتمام الصحف الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، وتوقفت بهذا الخصوص عند كلمة مصر التي أكد خلالها وزير الخارجية سامح شكري أمام المجلس على أن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل، معتبرا أن الحل الناجع لمسألة السد يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. وعن خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية، كتبت صحيفة البيان الإماراتية أنها قبلت كليا أو جزئيا برفض عربي ودولي واسع، وباستثناء واشنطن لم يؤيد أحد في العالم، بل كثيرين يعلنون رفضها ويحذرون من تطبيقها. بدورها أكدت يومية الغد الأردنية أن مخطط الضم لا يعد كونه جزءا لا يتجزأ من خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن، والتي تلغي الحقوق الفلسطينية في استعادة الأرض وإنشاء الدولة المستقلة، فضلا عن إلغاء حق العودة وسائر الحقوق الفلسطينية في القدس المحتلة. وسجلت اليومية أن حالة من عدم اليقين تسيطر حتى الآن على المشهد برمته في المنطقة، فيما تدور أسئلة كبرى تتمحور فيما إذا كان الاحتلال سيمضي قدما في تنفيذ خطته، وكيف دفعة واحدة أم على دفعات، وماذا سيكون رد فعل الفلسطينيين شعبا وقيادة وفصائل والعرب والعالم عموما، بينما يبدو الجميع في حالة ترقب تشبه إلى حد بعيد لعبة العض على الأصابع. وفي موضوع آخر، توقفت اليومية عند تحذير منظمة دولية أمس من أن معدلة الجوع في سوريا بلغت أرقاما قياسية، قائلة إن هناك حاليا 9.3 مليون سوري يذهبون إلى أسرتهم وهم جياع، وأكثر من مليونين آخرين معرضون لمصير مماثل. وأشارت المنظمة، تقول الصحيفة، إلى أن عدد السوريين الذين يعانون من عدم الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 42% منذ العام الماضي، داعية إلى تعزيز فرص وصول المساعدات وزيادة التمويل لملايين السوريين عشية مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين. وفي لبنان، كتبت الجمهورية أن الوضع الأمني سيكون إلى جانب موضوع التعبئة العامة والقرار الإسرائيلي بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان محور الاجتماع الذي سيعقده مجلس الدفاع الأعلى اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث الوضع الاقتصادي والمالي. وفي هذا السياق، نقلت اليوم تصريحا للرئيس اللبناني أكد في أن المعلومات التي تحدث عن القرار الإسرائيلي بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الحدودية البلوك رقم 9 يمثل خطوة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيدا، وأن بلاده لن تسمح بالتعدي على مياه الإقليمية المعترف بها دوليا.